المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة سهيل الفضائية في الذكرى الثانية لثورة فبراير التي انطلقت في 11 من فبراير قبل عامين من الآن. تحية لكم أيها الثوار، تحية لكم أيها قال. هذه التغطية من قناة سهيل ما زالت مستمرة وستستمر معكم أيضا في تغطية أحداث هذه الذكرى إلى يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى. في إطار تغطيتنا المتكاملة عن كل الجهود ربما ومحاولة لإظهار أصحاب الآراء وأصحاب المواهب وأصحاب المشاركات الذين ساهموا في هذه الثورة، في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كجزء من قناة سهيل الفضائية تقدمه كعرفان أيضا ووفاء. اليوم نستضيف نجوم الفن، اليوم نتحدث عن الفن ودوره أيضا في الثورة، مساهمة الفن في الثورة، إبداعات الفن في الثورة بمختلف مسمياته، مسرح إلى شعر إلى إنشاد إلى زامل، أشياء كثيرة ستنال إن شاء الله إعجابكم، وسنعيش ذكريات طيبة مع النجمين الرائعين المبدعين الثائرين. أبدأ الترحيب بهما، أبدأ الترحيب بالمنشد الثائر صالح المزلم، مرحبا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بالفنان الثائر الأستاذ فهد القرني، مرحبا بك أستاذ فهد. الله يحييك. أهلا وسهلا. حياك الله وحياكم الله جميعا. وهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، اليوم اليمنيون يحتفلون حقيقة وقلوبهم وعيونهم أيضا نحو المستقبل، يتذكرون الماضي أيضا لينطلقون نحو المستقبل. لو أبدأ معك أستاذ صالح وأنت على يميني، بعد عامين من الثورة حقيقة، بعد عامين من اندلاع الثورة، كيف تتذكر وتنظر إلى الثورة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أشكر قناة سهيل على هذه الاستضافة، وهي كعادتها اهتماما بالثورة والثوار ومن شارك في هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية. أهنئ الشعب اليمني وأهنئ الشباب في الساحات وأهنئ كل الثائرين بهذا العيد الذي هو العيد الحقيقي فعلا لولادة جديدة لهذا الوطن المعطاء، الوطن الذي نصبوا إليه. لا أنسى أن أهنئ الحفاظ في هذا اليوم الذين حضرنا لهم حفلا جمعية القرآن الكريم، تذكرتهم في هذا اليوم بالذات لأنه يذكرني يوم جمعة الكرامة، أكثر من 18 شهيد كانوا حفظا للقرآن، منهم أيضا من حصل على إجازات وسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نتذكر أيضا، هذا هو دليل أيضا لهذا الشعب ولكل العالم بأن من شارك في هذه الثورة أناس يبغون الخير لهذا الوطن. سنظل نذكر هذا اليوم بكل خير، سنظل نذكر هذا اليوم، نثبت أن اليمنيين فعلا هم أهل الإيمان والحكمة، أنهم ارتضوا المنهج السلمي وفضلوه على المنهج القتال، ففضلوا السلم على القتال. نعم، فكانت نعم. الثورة سلمية. ونحن أيضا نترحم بدورنا لشهدائنا، وأيضا نسأل الله تعالى أن يشفي جرحانا، ونشكر كل الذين ساهموا في هذه الثورة. أستاذ فهد، ماذا يعني لك هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العدل الحق، وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، سلام على أرواح الشهداء، شهداء 11 فبراير، سلام على الجرحى، سلام على الثوار، سلام على الفنانين المبدعين الذين ساندوا ثورتهم، سلام على سهيل قناة الثورة، سلام عليك، سلام على الأخ صالح وكل مبدع، سلام على الوطن، سلام على كل من سيذهب إلى الحوار الوطني ليثبت ثورتنا ويقطف ثمار ثورتنا الحقيقية التي ناضل من أجلها، وهي يمن جديد، يمن مساواة، يمن العدل، يمن الحرية، يمن المدنية إن شاء الله. أولا كما بدأ الأخ صالح بتهنئة من هنى، أيضا لي الحق أن أهني، ولا تهنئة هنا إلا للثوار أولا المرابطين في الساحات الذين رابطوا، للنساء الرائعات، لمن ناضلنا وجاهدنا مع إخواننا الرجال. سأهني أرواح شهداء هذه الثورة، أهني كل الثوار، وأهني شعبنا العظيم، وأقول أننا في يوم 11 فبراير كانت ليست الولادة الجديدة لليمن الجديد فقط، ولكن بداية للعهد الأصح، للعهد الأروع، للعهد الأجمل، لعهد الأحلام اللي كنا نحلم بها وتحلم بها قصائد أغاني الشعراء، وتحلم بها فكاهات اسكتشات الممثلين. كنا في مسرحنا وكان زملاؤنا في الفن قبل 11 فبراير نحلم بيمن جديد. قال الشاعر جمال أنعم في أحد قصائده وهو يتحدث عن اليمن،
حينما قال في القصيدة ستأتي السعيدة سيأتي الصباح كما تحلمين سيأتي الصباح كما تحلمين، قالها الأستاذ الرائع المفكر جمال أنعم، وها هي يأتي الصباح وها نحن اليوم نجتمع هنا لنتذكر بداية الصباح 11 فبراير ولنحتفل بهذا الصباح. جميل جميل. إذن هذه اليوم هذا ونحن نعيش أجواء، تشعر أن مشوار كبير من الثورة قد قطع أم أن هناك شيء أيضا لابد من استكماله؟ الثورة حالة لا تتوقف، لكن المعنى التفصيلي للثورة يختلف من مرحلة لأخرى، لكن الإنسان يظل في ثورة دائمة. ننتقل من ثورة إسقاط النظام إلى ثورة بناء، ننتقل من ثورة بناء إلى ثورة عطاء، ننتقل من ثورة عطاء إلى ثورة وعي. تظل الثورة وثقافة الثورة مهمة للفنان للمواطن، لأننا اليوم بدأنا الثورة في يوم 11 فبراير. حينما نقول الثورة مستمرة نعني بذلك أن روح الثورة وأن الرغبة في الثورة وأن الرغبة في تحقيق كل أهداف الثورة وأن الرغبة في استمرار روح العطاء وروح الرغبة في التغيير، الرغبة في إرساء حياة جديدة، الرغبة في الإبداع. لأنه شوف يا أخي الحبيب، من مساوئ النظام السابق نظام المخلوع علي عبد الله صالح أنه قتل الرغبة عند الناس في التغيير، الرغبة في الحياة، الرغبة في العطاء، الرغبة في الإبداع، قتل هذه الرغبة. الثورة أتت لتحيي هذه الرغبة. الثورة مستمرة، وفي هذا اليوم يوم 11 فبراير علينا أن نحتفل كل عام بهذه الثورة اليمنية الخالدة الرائعة، لنجدد كل عام الرغبة في استمرار الثورة في كل مجالات الحياة، في العطاء، في الإبداع، في الفن، في كل مجالات الحياة. جميل. إذن أستاذ صالح برضو أيضا تعتقد أن الاحتفال ما هو إلا محطة أيضا للتذكر والاستفادة والانطلاق، ومحطة للانطلاق والتذكر، تذكر أهداف الثورة. الأستاذ فهد ذكر بداية الثورة. بداية الثورة انطلقت الثورة قبل أن تبدأ في 11 بالضبط. يعني الأستاذ فهد، الأستاذ محمد الأضرعي، كثير من الشباب بدأوا في 97 الأشرطة التي تريد أن تغير هذا الوضع، مشوار التغيير. نعم، مشوار التغيير. فبدأ قبل هذا اليوم، ولكن هذا اليوم هو كان التدشين الحقيقي لانطلاقة الثورة. كثير من الفنانين شاركوا في هذه الثورة. إذا نظرنا إلى عهد 33 عام لن نجد إلا فنانون معدودون على الأصابع، سواء في مجال التمثيل أو سواء في مجال أو في مجال الإنشاد أو في مجال الفن. يعني هتشوف الأستاذ فؤاد الكبسي، أيوب طارش عبسي، يعني معدودين على الأصابع. لكن عندما جاءت الثورة الشعبية السلمية، عندما أقمنا في الساحات ما يسمى بمسابقة فنان الثورة، عندما كنت تشاهد كل يوم نشيد يظهر جديد بمنشد جديد ومبدع جديد، مئات المنشدين الذين ظهروا في هذه مئات الفنانين الذين كانوا مهمشين أيضا صعدوا في هذه الثورة، مئات الخطاطين الرسامين، كل مجالات الإبداع انطلقت في هذه الثورة. منهم من تعلم أيضا، كانت انطلاقة أيضا في كل مجالات، حتى دورات في التنمية البشرية، دورات، يعني أصبحنا نعرف ما هو التغيير الحقيقي، هو بناء الفرد اليمني. لا شك أن دور الفن كان دور كبير في الثورة. من خلالكما أنتم ستنقلون صوت الفنانين، من خلالكما أيضا نشكر كل الذين شاركوا في وساهموا في إنجاح هذه الثورة بالفن، بالأنشودة، بالمسرح، بكل معاني هذا الفن. دور الفن، بما أنه ذكرنا في البداية أنه أن الشعب اليمني يعني اختار طريق السلمية. لو كان اختار طريق الحرب أو طريق القتال لكان الفن شيء بسيط أو داعم بسيط لقضية إيش؟ لقضية السلاح. يعني ممكن تشجع المقاتلين، ممكن بأنشودة، لكن بما أن الثورة اختارت الطريق السلمي فكانت سلمية بحتة، تستطيع أنك تقول أنها فنية بقدر 95%، تستطيع أن تقول فنية. لأنه من الذي أطلق كلمة أرحل وقال أن يرحل؟ من الذي شجع هؤلاء الشهداء الذين مشوا في المسيرات وانطلقوا في المسيرات؟ أليست تلك الأناشيد وليست تلك المسرحيات التي كانت تختزل المفاهيم وتقدمها، هي تقدمها بقالب جميل. بقالب جميل. نعم. طيب ممكن نبدأ أو نكسر الحوار بشيء ممكن تقدمه أستاذ صالح بصوتك الجميل؟ بما أنه الأستاذ فهد القرني من تعز طبعا، وبما أنه تعز هي كانت الانطلاقة،
أقول لهم هذا الموال طبعا من كلمة الشاعر دحاق الظبياني الذي تستطيع أن تقول أن أغلب أناشيد الثورة كانت من كلماته، وأنا أقدم له التحية وأهني أيضا بالعيد السعيد. قال فيها: يا تعز الإباء عليك سلامي، يا غرامي يا ساحة الشهداء. الله الله. هاك حبي مزجته بنشيدي، هاك حبي نسجته بنشيدي، أنت غيثارتي أنت قيثارتي وأنت غنائي. الله الله. الهتافات هاهنا حالمات، الهتافات هاهنا حالمات، باسمات تتوق نحو البناء. آهنا كنت يا شهيد وتبقى، آهنا يا شهيد، آهنا كنت يا شهيد وتبقى خالدا شامخا شموخ السماء. يا شهيدات، يا شهيدات، ودنا شاهدات تتباهى بسيدات النساء. يا شهيدات، ودنا شاهدات تتباهى بسيدات النساء. الضحى من هنا أطل علينا، والغنى في عيون المساء. يا تعز الإباء، يا تعز الإباء عليك سلامي، يا غرامي يا ساحة الشهداء. يا سلام يا سلام يا أستاذ صالح، لا فضفوك وأنت الفنان، وأنت الفنان الأروع والأجمل والأكثر حضورا ومناضلة في الساحة. سميت مؤذن الثورة لالتصاقك الشديد بالمنصة. الأخ صالح فوق المنصة قرة حفظ، لم يغادر الساحة إلى هذه اللحظة وما زال مرافقا. طبعا هذا شكر منك ايضا لثوار تعز، ونحن ايضا نشكر كل المحافظات، كل ثوار المحافظات والاستاذ فهد من تعز، ويعني ويستشعر هذه المعاني من لمسقط راس تعز وايضا لكل انا من اليمن، واليوم عواننا تعز. نعم نعتز بتعز، ونعتز بأهلنا في تعز، ونعتز بموطني تعز ومسقط رأس تعز، لكن اليوم يجب أن نصرخ بأعلى صوتنا: نحن من اليمن. اليوم إحنا بأمس الحاجة إلى أن نرفع اليمن وصوت اليمن والانتماء للوطن اليمن. لا منطقة لنا إلا اليمن، لا حضور لنا إلا اليمن، لا ولاء لنا إلا لليمن، لا انتماء لنا إلا لليمن. اليوم الشعارات الصغيرة هذا لا يلغي انتماءاتنا لمحافظتنا لأسرنا. يا أستاذ فهد، نعم. ليس تمييزا، وإنما أنا عندما ذكرت الانطلاقة، نعم، قضية أن تعز كانت، نعم، تكلمت عن الانطلاقة، أنا قلت لها تعز. أما بالنسبة لجميع المحافظات شاركت في الدفاع عن هذه الثورة، نهم دافعت عن الثورة، أرحبنا دافعت عن الثورة، نعم نعم، حضرموت الإخوة، في حضرموت الإخوة نحن شعب واحد وهدفنا، نعم، كان واحدا. والدليل على ذلك أيضا أتذكر أن الشعار الموحد كان لدينا في الثورة، كان لدينا في أيام ما كنا نعمل البرامج بداية الثورة، نعم، كان هناك شعار الموحد. فكان الشعار الموحد كان يرسل لنا عبر رسائل نصية، يرسل للإخوة في حضرموت، ويرسل للإخوة في الحديدة، ويرسل في تعز، فيقال في عدد واحد، فيقال في نفس الوقت في الساعة 9 مساء ينطلق هذا الشعار
بصوت واحد بهدف واحد فكان الهدف واحد. الانتساب للمناطق ربما لتعارفوا من باب التعارف. أيوة. لكن أضيف الأستاذ أيضا هذا لا يعني طبعا معروف عنواننا الأكبر وطننا الغالي، لكن هذا لا يعني أن ننسى أو نتناسى أو نتجاهل دور الريادات. تعز كان لها الريادة، تعز بدأت 11 فبراير بدأ في تعز صحيح. 11 فبراير بدأ في باب الكبير في تعز وانطلقت من هناك إلى صافر ثم الذي تحولت إلى ساحة الحرية. لا يمكن أن نتغافل عدن الثورة التي كان منها أول شهيد والتي كان أول شهداء هذه الثورة المباركة في عدن، وما ثورة 11 فبراير إلا امتداد لحركة للحراك السلمي والثوري في المحافظات الجنوبية صنعاء كذلك. أشتي لكن أقول حاجة مهمة جدا أنه كان لنا عناوين 26 سبتمبر 14 أكتوبر 30 فبراير 22 مايو. هذه العناوين وهذه الثورات ارتبطت بمناطق معينة، 26 سبتمبر في الشمال 14 كان في جنوب الوطن. هذه ثورة أتت، وهذا أعتقد بوجهة نظري أنها أتت قد يقول بعض يتحسس من هذه الكلمات، لا يجب أن 11 فبراير تلغي 26 سبتمبر 14 أكتوبر، لا أنا أقول جاءت ثورة الكل، الثورة الموحدة للشعب، لم تكن ثورة جزء من الوطن، ثورة كل الوطن. لذلك اعتزازنا ب 11 فبراير انها الثوره الموحده لليمنيين. طبعا استاذ فهد يعني الفن كان له دور كبير داخليا وكان ايضا له دور كبير خارجيا. نعم. اقول هذا الكلام بس كمقدمه ايضا لطفله موجوده معنا الان عبر الهاتف، تتوقع من اين؟ من غزه. يا سلام. هذه الطفله تحفظ معظم اناشيد الثوره اليمنيه. تحيه لغزه واهل غزه. تحفظ الكثير من اناشيد الاستاذ صالح ويعني الاستاذ فهد وكل المنشدين الرائعين. معنا الطفله ساره من غزه، مرحبا بك يا ساره. السلام عليكم. عمري 5 سنين. براعي القران وقلب غزه الاديله يا أرض اليمن الثورية، بهنئكم يا أهل المدد في حلول الذكرى الثانية في 11 فبراير، ولا ننسى دماء الطفل الشهيد على الصعيد رحمه الله. ما شاء الله يا سارة. سارة أنت أي نعم تفضل يا سارة. أنت تحفظين أناشيد الثورة اليمنية؟ شهداء الثورة إن عدد الثوار تحيا سماء عدن الحرة والجار وحدة الأحرار شهداء الثورة إن عدد الثوار عدن يا شهداء الثورة إنا على درب الثوار من أجل الوحدة ما ظننا والله ما نتخلى عن وحدتنا والله من يفرق ما هو منا احضر لا تلعب بالنار احضر لا تلعب بالنار آمن للوحدة ما ظننا والله ما نتخلى عن وحدتنا والله اللي يفرق ما هو منا احضر لا تلعب بالنار جميل جميل يا سارة. يا سارة يا سارة يا رائعة. تحفظين أنشودة ثورة أنا الثائر يعني معنا الآن المنشد صالح المزلم مثلا معنا في الاستوديو، ايش تحفظي مثلا من ماذا؟ أرجنتك ثورة تفضلي تفضلي. الشعوب الحرة الشعوب تحية في نظام الحرية الشعوب تحية في نظام الحرية ثورة 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 قالوا اليمني ارحلوا كفاني قالوا اليمني ارحلوا كفاني كما في السودة قالوا يا بلد أحرار يا بلد يا بلد الحرة أنفسنا قد ولدت حرة أنفسنا قد ولدت حرة. ما شاء الله يا سارة أنت جدا رائعة. كيف حفظتي هذه الأناشيد؟ كيف حفظتي هذه الأناشيد؟ من متابعتك لقناة سهيل؟ وكم تحفظين تقريبا من أناشيد الثورة؟ سهيل حب الوطن إجمالا
وحبنا لغزة وحبنا لك يا سارة يجمعنا. أنا أحييك وأحيي أيضا أسرتك الرائعة أيضا الثورية، وأحيي كل إخواننا في غزة وكل إخواننا في فلسطين. شكرا لك، وإن شاء الله إن شاء الله نتمكن نستضيفك هنا عندنا يا سارة في الاستوديو، وهذا شرف لنا. يا سلام يا بصراحة يعني شوف، أجمل ما في ثورات الربيع العربي الانتماء الشعوري للثورة من كل العرب. سارة طفلة فلسطينية من غزة تردد أناشيد شباب الثورة اليمنية، تردد أناشيد الأستاذ صالح والشباب. أكثر ما ركزت على قضية الوحدة. شوف أيوة. يعني تصور أن يعني من خارج اليمن يدعونا إلى التوحد، يدعونا إلى الوحدة، من أجل الوحدة نضلنا. يعني عار علينا بصراحة أن نفرط فيه، أن نفرط في هذه الوحدة. والآخرون يدعونا يعني الآخرون يدعونا أن نتوحد. والوحدة والوحدة العربية والوحدة الشعورية للمسلمين مثلتها سارة. اليوم الثورة اللي حصلت في اليمن هي جزء من الثورات العربية، والثورات العربية هي جزء من كل الشعور العربي في الرغبة في ولذلك ثورة 11 فبراير ليست ثورة اليمنيين فحسب، ثورة كل عربي، ثورة كل مسلم، ثورة كل مواطن حر في العالم. الثورة وحدتنا عربا ويمنيين ومسلمين. الثورة جاءت في وقت نحن بأمس الحاجة إليها، بأمس جميل. الحاجة إلى استعادة شعورنا العربي، شعورنا القومي، شعورنا الانتمائي. صحيح ما قال الأستاذ. أنا كنت في غزة طبعا، كان لديهم فعلا هذا الشعور، أنه عبارة الثورات العربية ما هي إلا توحد أولي لتكتمل الدولة الإسلامية الكبيرة التي فعلا ستحرر الأقصى. مؤمنون أن اليمن هم أرض المدد، فكانوا يستقبلونا بكل ترحاب، بكل يعني يقدروا اليمنيين بشكل كبير جدا. أنا أقدم لأبناء غزة التحية، وأقدم لهم طبعا رحنا وأنشدنا لهم يا غزة وآخر وفد ربما سنة، وكان أيضا وفد فني ذهب أسابيع. هناك شيء يعني هناك رابط كبير. نعم. رابط بين الثورة وبين فلسطين، بين الثورات كلها. طيب أستاذ فهد، لو أستكمل معك فقط نقطة جديدة، مثلا الفن كان لغة مصاحبة للثورة وشارك بقوة، لكن أيضا الفنانون أنفسهم سواء شعراء أو منشدون أو مسرحيون أو إلى آخره، كان لديهم أيضا مشاركات ميدانية على أرض الواقع في المسيرات، في الهتافات، في الأعمال الحركية الميدانية، في البرنامج اليومي للثورة. أنا معك. قبلها الأخ صالح ذكرنا في البداية أن ثورة الفن أو الفن الثائر هو بدأ في اليمن متقدما يعني، ولعلنا في اليمن سبقنا كثير من إخواننا في الوطن العربي، أن الفن الثائر بدأ في اليمن مبكرا، لكن كان غريبا، بدأ بقوة وكان غريب جدا. أنا أذكر ما دمنا نتحدث عن الذكرى، كنا حينما أجلس أنا والأخ المبدع الكبير الأستاذ محمد الأضرعي، هذا الرجل الثائر، هذا الرجل المبدع الذي نوجه له تحية من هذا البرنامج. نعم. وقبل الثورة بسنوات يعني، حينما كنا نجلس مع بعض ونزوره في البيت ونجلس مع بعض ونتحدث عن ما نفعل يعني، كان يبدو لنا أن يعني نصل إلى نقطة نتساءل يعني هل ما نقدمه نحن شاذ لدرجة كل من نلتقي من الفنانين يقول لنا أنتم فنانين خليكم بعيد من السياسة، لا تشخصونوا الأمور. كنا نتساءل في بعض الأحيان يعني هل إحنا خارج إطار ما يسمى فن. وصلنا إلى لأنه كنا نجد أننا في عالم غريب يعني أن ما نقدمه شكل غريب، كل من نلقاه من الوسط الفني أو من غير الوسط الفني يتساءل أنتم فنانين ابتعدوا عن السياسة ابتعدوا. لكن جاءت ثورة 11 فبراير لتخلق كوكبة رائعة وفريدة من الفنانين من الشعراء، وتحول ما كان يبدو غريبا إلى أصل، أن تقول أغنية تنتقد النظام إلى أصل الفن، وتحول كل الفنانين الغنائيين المنشدين إلى ربما خفت الفن الآخر بشكل كبير، بل سبقوا سقفنا يعني سبقوا ما كنا نقوله. وأصبح حضور الغناء، حضور المسرح في الحياة السياسية، في الوعي السياسي، في نقد الحاكم، في أطر الحاكم على الحرية، في دعوة الناس للثورة، أصبح والفن الرائد والأفضل والأحسن والأكثر متابعة والأكثر مشاهدة والأكثر رغبة. الفن بدأ ثورته السلمية قبل أن تبدأ الإعصامات والمخيمات. الفن بدأ لأنه شوف لكل شيء مقدمات. الثورة دائما تحتاج إلى 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 مقدمة وعي. حركة الصحفيين في اليمن الرائعة ساهمت في 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 تقدم وعي للناس، حركة الأحزاب. احنا نقول مثلا ثورة 11 فبراير
اللقاء المشترك في 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 الهبة الشعبية التي بدأها، كانت هي المقدمة الثورية الأولى التي حركت الرغبة عند الناس جماهيريا. نعم، حركة جماهيرية. الحركة الجماهيرية التي بدأت مبكرة ساهمت في تهيئة الساحة اليمنية، استلقت الربيع العربي، وقد في تهيئ الأحزاب، هيئت الصحفيين، هيئوا الفنانين، هيئوا، فقط رفعت السقف. نعم، دشنت الانتقال إلى الثورة التنفيذية. 11 فبراير كانت ثورة تنفيذية، أما الرغبة في الثورة، الإعداد للثورة، التحرك في الثورة، إعداد الشارع للثورة، بدأ مبكرا. بدأت أحزاب اللقاء المشترك مبكرا، وبدأه الناشطون مبكرا، وبدأه الصحفيون، وبدأه الفنانون مبكرا. جميل. إذن علاقة الفنان أيضا بالميدان، يعني أنقل السؤال معدلة إلى الأستاذ وثمان عبد الله. تفضل أستاذ صالح. يعني الفنان، أنت أيضا كنت منشد، واحد من المنشدين. طبعا تحية للأستاذ محمد الأضرعي، وكنا نتمنى أنه يكون موجود معنا، لكن لظروف خاصة أيضا اعتذر هذا اليوم، وكثير من الفنانين أيضا نوجه لهم التحية. كانوا موجود في المنصة، وكانوا أيضا موجودين في المسيرات، وكانوا وبعضهم تعرض إلى إصابات، وأنت أيضا كنت من المرابطين. توحد، أقول توحد الهدف هو الذي جمع جميع الفنانين، وأصبح الهدف كبير جدا، فاجتمع كل الفن. لم يعني أصبحت المحبوبة هي اليمن، وأصبح التغزل الكامل في اليمن، وأصبح كل شيء، يعني بؤرة الانطلاق والبؤرة الأساسية هو اليمن. ولهذا توحد الفنانون بكل طوائفهم وكل أجدادهم وكل يعني كل انتماءاتهم السياسية أيضا، توحدوا في هدف واحد، هو أن في هذه الثورة، وأن يصححوا مفاهيم لهذا المواطن، وأن يسعوا إلى يمن، بناء يمن جديد. يذكرني الأستاذ محمد الأضرعي، طبعا محمد الأضرعي كان في البداية، في بداية الثورة كان قليل الإنشاد للثورة، لكن بعد أن جاء موقف كنتاكي عندما أصيب بالغاز في يوم السبت، أيوة يوم السبت، عندما أصيب عند سيتي مرت، فكان الأستاذ طبعا جالسين ومخزنين في خيمة، فجاءوا ضربوا بالغاز. أنا أوري أحفظكم، قال. ومن اليوم الثاني بدأ الأستاذ محمد، أظن أنه أكثر منشد، أكثر عددا للأناشيد، يعني أكثر إنشادا للثورة في كل المناسبات. فجاءت طبعا يوم سيلة الدموع، أيضا كانوا في الساحات أحيانا. يا أستاذ صالح افتح لنا معتصمين، معتصمين يثبتنا. نجد أنه المنشدين أفضل ما في الثورة أيضا، أن المنشدون طرقوا عدة أهداف، يعني المنشد الفلاني تطرق لأهداف، المنشد الثاني تميز في هدف آخر، الأستاذ جميل القاضي مثلا تستطيع تقول نشيدات أنشودات الجيش، الشرف والتحية للجنود مع فوزي عصام، تجد أنها كانت أكثر أنشودة كانت تقال على ساحة التغيير بالنسبة لصنعاء، لأنه كان في انضمامات للجيش، يعني بشكل متوالي. الأستاذ خالد زاهر أثر في المغتربين كثيرا بنشيدته حنيت يا قلب ضاوي. صحيح. عصام الحميدي ما عد نبى خالد ولا نبى عمار، فثبت يعني لا وراثة لا توريث. الأستاذ محمود كارم عهدا يا شهداء الثورة، الأستاذ سليمان العراقي الوفاء كل الوفاء لك يا شهيد الحرية، إذن عاهدنا الله وكتاب الله. الأغنية المعروفة التي كانت لعلي عبد الله صالح المخلوع أصبحت ضد علي عبد الله صالح، ما نقبل علي عبد الله. المحافظة أيضا لا ننسى الأسرة الثورية، أسرة الأغبري بلال وساري وأخوهم، يعني أيضا الأخوة في دمار، الأخوة في دمار أيضا عبد القوي حيدر غيره. الفن اتجه إلى، يعني حتى كان الإنسان المنشد يبدأ يحدد الهدف، يحدد ما هو الهدف من هذه الأنشودة. يعني الأنشودة بشكل عام تناولت الكثير من مواضيع الثورة، شباب، جند، رجل، امرأة، أطباء، إعلاميين، إرحال، إسقاط النظام، يعني مسيلة الدموع، اعتصام، كل هذه المفردات. هو إيش يقول يعني خلاصة الفكرة؟ أن الفنانين، وأحب الأخوة المشاهدين أن يعرفوا هذا، أن الفنانين الغنائيين والمنشدين الممثلين والدراميين اللي قدموا أعمال خلال الثورة لم يكونوا في غرف مغلقة، لم يكونوا في 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 فنادق مغلقة كما يعتقد البعض، كانوا في الخيام، في الخيام، في المسيرات، في الحصامات. الثورة حقنا استمرت فترة طويل، استمرار الساحة لفترة طويل كانت بأمس الحاجة إلى فن يحيي الساحة، يحيي المنصة، ولا سيحصل ملل عند الناس. بل كان التحدي الكبير كيف تحيي الساحة. لذلك كان المسرح على سبيل المثال، الأخ تحدث عن ستحدث عن المسرح، الفنانين المعروفين، الأستاذ صلاح الوافي، الأستاذ أحمد الأضرعي، الأستاذ يعني لا يحضر يعني كثير من الفنانين، كلهم، وفي المحافظة الجنوبية أيضا، الجميع ساهم، بل بقى
واستبقى داخل الساحات وكان شبه مسرح يومي. لم يحصل في تاريخ الجمهورية اليمنية أن يكون مسرح يومي بشكل يومي في مسرح شعبي يعرف الشارع لمدة أشهر كما حصل في ثورة 11 سبتمبر. كان عندنا في تعز على سبيل المثال المنصة يوميا وكل يوم يعالج قضية، لا كل يوم تخلو يوميا لا تخلو من عرض مسرحي بفرق متعددة. والأجمل من ذلك وربما شخصيات جديدة يا أخي حتى. إحنا نحن لما الآن في الدراما، الآن نشتغل نحن في الدراما، كثير من الممثلين والوجوه الفنية اللي جبناهم معنا في المسلسلات وجدناهم واستكشفناهم ورأيناهم وأذهلونا لأول ظهور لهم في الساحة في المنصات. المنصات كانت أعظم دورة تدريبية أظهرت لنا المبدعين وظهرت لنا الفنانين وأردفت الساحة الفنية بكادر كبير جدا. الفنان كان مثله مثل أخو الطبيب اللي في 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 الساحة. الفنان كان مثله مثل أخو المعتصم العادي. الفنان معتصم يعني الفن ما كانش الفنانين شو ده كانت تخرج من معاناة يوميا من الساحة. كانت الثورة يعني الأغنية والمسرحيات اللي كنا نعملها كانت عبارة عن إيش؟ إسقاط البرنامج اليومي للثورة. ما يقوله الخصم نرد عليهم في المنصة. صحيح. ما أي إشكال كان يحصل كان داخل الساحة. حينما كان طبعا كان التحدي الكبير تستهدف الساحات. صحيح. وكان تستهدف لإقامة ثورة داخل الثورة وإفشال الساحات. فكان أفضل ما كان يمكن أن يعالج إشكالات الساحات أو استهداف الساحات كان الفن من خلال المسرحية من خلال الإنشودة. ناهيك عن المعركة الأم اللي هي معركة إسقاط النظام. الفن لا يغفل أحد دور الفن ولا يمكن. وهذه الأسماء التي ذكرها الأستاذ جميل القاضي الرائع المبدع الكبير الأستاذ فواز شهاب الأستاذ أمين حاميم المبدعين الذين ذكرهم ليس كل هذه الأسماء التي شاركت فحسب. هناك عندنا 35 ساحة في الجمهورية اليمنية. هناك ساحات هناك من ظهر إعلاميا هناك من ظهر نعم لكن أوجه التحية باسم الأخ صالح لكل الفنانين لكل فنان لكل منشد لكل مبدع. بصراحة الفنان الكبير أحمد فتحي هو يعتبر أقدم له تحية وأهنيه أيضا بعيد الثورة. أحمد فتحي هو أول من شارك في ساحة الحديدة كفنان مشهور كفنان مخضرم أو قديم. نعم يعني قديم وأيضا مشهور عربي. أنا إن شاء الله أيضا سنسلط الضوء في تقرير عن دور الفن وأيضا سنرى كيف أن الأنشودة القديمة التي كانت لفنانين قديمين أيضا حضرت في الثورة. نعم. بقوة. لكن سنستكمل الكثير من هذه المواضيع في حديثنا في ذكريات الثورة بعد الفاصل. مشاهدين الكرام سنخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا في ذكرى الثورة عن الفن ودوره في هذه الليلة المباركة. ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدين الجديد مشاهدين الكرام من جديد. عفوا لنوجه لكم التحية أينما كنتم ثوارا أبطالا أحرارا. تحية لكم في هذه الذكرى العطرة. تحية لكل من وطأت قدمه ساحات الثورة. تحية لكل من شارك في هذه الثورة من أجل إنجاحها وما زال يشارك حتى اليوم وسيشارك أيضا حتى تتحقق كل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. تحية حب تحية ود تحية إخلاص تحية ثورة لكل الذين شاركوا في هذه الثورة المباركة. سيخلد التاريخ كل أبناء الشعب اليمني الذين شاركوا فيها بمختلف أطيافهم ومن ضمنهم موضوع حلقتنا اليوم الفنانون والشعراء والمنشدون وكل الذين قدموا الكلمة بأحلى نغم. ضيفي الكريمين الأستاذ فهد القرني والأستاذ المنشد صالح المزلم سنستمع وإياكم إلى تقرير أعده الزميل وديع عطاء يسلط الضوء على دور الفن في الثورة. فإلى هذا التقرير. حل من يرحل؟ من والذين يرحل؟ ارحل امشي اجزع بكلك برا روح لك ما نشتيك جو اوت بالالحان وبكل اللهجات واللغات قالها فنانو الشعب والتغيير المخلوع رددوها في اكثر من 50 اغنية وانشودة وزجلة ابدعوا في الحانها
ابتكارا واقتباسا وتقليدا قبل أن يرحل إلى الرياض للتوقيع مذموما مدحورا. جعلوا من حناجرهم منصات انطلقت منها العبارات صواريخ وقذائف زلزلت عرش الطغيان العائلي. كلماتهم حروفهم تحولت رصاصا يخترق جدران القصر المتين ويزلزل أركان السبعين. ألحانهم تحولت أزيزا طغى على أزيز مدرعات المخلوع وطائراته. عبروا عن إرادة الشعب بأكثر من 30 لحنا مختلفة ووكبوا الثورة بأكثر من 600 إنشودة وأغنية. حذروا إذا الشعب يوما هنا إسقاط النظام أخبروه أن الشعب يريد، لكن الفرد الظالم أمعن في ضلاله، أراد أن لا يستمع إلا لنفسه. قرر الشعب الاعتصام بحبل الله وعاهدوا الله أن لا يرحلوا حتى يرحل علي عبد الله. فرد على تحديهم بإطلاق المدرعات ورش المياه العادمة والغازات، فغنوا له يا مسيلات الدموع. يا مسيلات الدموع لا تراجع لا رجوع، لن تهددينا لن تخوفينا يا مسيلات الدموع. زاد النظام الساقط من وحشيته فخاطبه لحنا: افعل ما شئت. افعل ما شئت فإن الدهر له يومان، واصنع ما شئت فإن الحدث على دوران. بعدها دعوا الشعب للنزول إلى الساحات وغنوا للثورة الشبابية: طالها اليماني ارحلوا كفاني، طالها اليماني ارحلوا كفاني، لا متى يعاني طال طال صبرا، لا متى يعاني طال طال صبرا. أراد الطاغية الوقيعة بين الشعب وجيشه أن يورط الجنود في قتل الشباب، فخاطب الفن شرفاء الجيش وكل الجنود البواسل. الشرف والتحية للجنود البواسل، أكثر الناس خدمة وضعف الناس مدخول. سعى الطاغية الساقط لتشتيت الثورة ولجر الأحرار لمربع الدم، أحرق تعز، شرد في أرحب وفي نهم، وكان الفن له بالمرصاد. الخلاصة أن دور الفن في الثورة لم يقل عن أي دور قامت به جهات وجماعات بل وأحزاب، بل لقد كان الفن سابقا للسياسيين في ميدان التغيير. كانت له صولاته وجولاته على الأرض عبيرا ماتعا وعبر الفضاء أثيرا مدويا، لكن اللحن الخالد سيبقى على الدوام هو صوت الشعب، وأصدق الأفعال هو التمسك بأهداف الثورة التي لأجلها وهب الشباب دماءهم الطاهرة. وعيدي اني اعيش العمر مخلص لك امين، وعيدي اني اعيش العمر مخلص لك امين، انت قلبي تستحق، انت قلبي تستحق والحالي. بلاد الثائرين مع المرحوم محمد سعيد عبد الله كانت ختام هذا التقرير الرائع الجميل الممتاز الذي أعده الزميل وديع عطا. تحية للزميل وديع عطا ولكل الإخوة الذين ساهموا أيضا في إخراج هذا التقرير. تحية لكم. التعليق لضيفي الكريمين على التقرير، تفضل أستاذ صالح. التقرير كان شاملا ووافيا، بس الأناشيد كانت أكثر مما ذكر في التقرير من حيث الإحصائية. من حيث الإحصائية بالنسبة لك كان بشكل أكبر، لأنه كنت أنا ماسك تحت المنصة، كان كل منشد كل يوم كان يظهر لنا منشد. إذا كان ممكن العدد هذا، إذا كان الجديد فقط الذي ما استحدث، يعني الذي استحدث أيام الثورة يتعدى 100 الأنشودة. يعني أما بالنسبة للذي أخذوا من الألحان القديمة من الألحان فتجدها يعني لا حصر. الأخوة في الجنوب طبعا أنا أؤمن الآن أنهم فعلا في الثورة الفنية بدأونا بشكل أكبر وبدأوا قبلنا. لو تجد أنه أغنية محمد مرشد ناجي استقينا منهم هذا الشيء، محمد صالح عبد الله اللي ذكرها الآن. جميل، أخذ أيضا رأي الأستاذ فهد. سمعت التقرير، لاحظنا أن المبدع وديع حينما بدأ تقريره بدأ مراحل التي مرت بها الثورة وأبدع حينما أتى من الفن ما كان يواكب كل مرحلة. إذن لم يكن الفن معزولا بفنادق، بل كان الفن في الساحة في المسيرات في الأحداث.
نتائج الأحداث. التقرير أكد ويؤكد للتاريخ أن الفنانون كانوا جزءا من المعتصمين، جزءا من المهرجانات، جزءا من المسيرات، جزءا من الجرحى، جزءا من المعاقين، جزءا من الشهداء، جزءا كانوا جزء من الثورة بفنهم وبأجسادهم وبإبداعاتهم، خطوة خطوة، مرحلة مرحلة. صحيح، وأن الثورة فنية. صحيح، ولذلك الغريب يتم تجاوزهم في مؤتمر الحوار الوطني. وهذه نقطة مهمة يا أستاذ أحييك عليها. ومن هنا أقول أن رسالة الأخ رئيس الجمهورية ورسالة اللجنة الفنية، الفنانون والمبدعون عبر التاريخ ظلمهم من استولى على ثورة 26 سبتمبر، وظلموا بعد ثورة 14 أكتوبر، وظلموا حتى بعد الوحدة، وهم من غنوا لكل هذا التاريخ السياسي. اليوم في 11 فبراير الذين شاركوا بأصواتهم وبدمائهم، هل سيظل هل الفنان والمبدع يستثنى من أهم حدث تاريخي سيشكل ملامح الدولة، سيشكل ملامح المستقبل، مستقبل الجمهورية اليمنية التي فرضتها 11 فبراير؟ هل استثناء الفنانين والقطاع الفني من الحوار الوطني ومن لجنة الحوار الوطني أمر مرضي؟ على الأخ رئيس الجمهورية وعلى لجنة الحوار أن تعيد النظر في عدم تمثيل الفنانين. نطالب بتمثيل الفنانين في الحوار، لأنه لدينا كفنانون من الهموم، لا يعرف هموم الفنانين، ما نود أن نطرحها. نحن الآن نتحدث عن حوار وطني، معناته نتحدث يا أخي عن 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 أهداف الثورة التي قام وضح الناس وغنى الناس لها. ماذا نريد من هذه الثورة؟ الحوار الوطني سيشكل شكل الدولة، على شكل الدولة أن تتبنى كل قضايا المجتمع. نحن جزء أساسي من المجتمع كفنانين، على الفنان أن يحضر بهمومه إلى الحوار الوطني، على الحوار الوطني أن يكون هموم الفنانين وهموم الفن والإبداع اللي مش جزء ثانوي. علي عبد الله صالح ظل يستخدم الفنان وقت استمر في الاحتفالات للتمجيد. هل اليوم اليمن الجديد سيظل فيها دور الفنان؟ تعلقت معنا مهرجان، تعلق معنا يوم الثورة غني لنا، أم سيكون الفنان حاضر في البناء بحقوقه وبإبداعاته؟ مثلما أن رأيه صنع ثورة وصوته صنع ثورة، مثلما أن صوته صنع ثورة وشارك في الثورة، أيوة وشارك أيضا بالثورة الشباب وفقية يستمر في الثورة، يجب أن يكون هو صانع أيضا، صوته يكون صانعا في الحوار. أنا أثق بأن الأخ رئيس الجمهورية والإخوة لجنة الحوار الوطني لا يمكن أن يفوتهم أمر مثل هذا، باستثناء الفنانين ومن يمثل الفنانين ومن يمثل هم الفنانين. نتمنى أن تصل صوتك بإذن الله تعالى إلى الرئيس الجمهورية وإذا إلى لجنة الحوار. أستاذ صالح، يعني أنت كنت قد أشرت إلى العدد الذي لديك، يعني معد التقرير يقول أن العدد الذي ذكره في التقرير فقط للكليبات التي ظهرت على شكل أنشودة مصاحبة أيضا لكن العدد الذي ذكرته أنت كبير. الأنشودة القديمة، أنا كنت أشرتها إلى هذا قبل الفاصل، الأغنية القديمة، الأغنية الوطنية حضرت أيضا، حضرت في الثورة بقوة وكان لها نكهة خاصة ومذاق خاص. حدثنا عن هذا الموضوع. مثلا الفنان أيوب طارش عبسي الذي نقدم له التحية، الفنان محمد مرشد ناجي، احنا نعرف وهبناك الدم الغالي وهل يخفى عليك دم، يعني لم نفهم معاني هذه الكلمات الرائعة إلا عندما كنا نشاهد، دماء الشهداء، دماء الشهداء. وأيضا سنظل نتذكر أنه فعلا عندما وهب الشهداء دماءهم لهذا الوطن لكي يتغير هذا الوطن ويتغير الأفضل، سنعرف أن هذه الدماء هي أساس صناعته. أيضا الثورة، ثورة فنية، أستطيع أن أقول أنها فنية، يعني لو قلت 100%، لأنه أنا أقول لك، يعني قلت لك أنه ما لم تجد هناك، العنف كان بشكل بسيط جدا، ما كان فيش سلاح، ما كان فيش، فكانت الثورة فنية خالصة. كان الشباب من بداية ما أن ينطلق الشعار الساعة 9 صباحا، السلام الوطني، ثم بعد ذلك نبدأ بأغاني أيوب طارش عبسي الذي تكلم عن، حتى في يوم العيد، في يوم العيد نتغنى بأغنية أيوب طارش عبسي للعيد، لمن كل هذه القناديل، عندما يعني كان الفن مصاحبا في كل لحظات، في كل السكون. يا اخي هو غني استاذ صالح، ايوب طارش غنى عبر كل اغاني اللي كنا نسمعها واحنا في الابتدائيه في الطابور الصباح، غنى الثوره لما نعيشه، غنى 26 سبتمبر، ما عشناش مشاكل ما قبل 26 سبتمبر، لذلك كانت كلمات غير مفهومه. لذلك حضرت اغنيه ايوب طارش
في ثورة 11 في فبراير كأنه غنى ل 11 فبراير. كنا نسمعها استلهمنا كلماتها عشنا كلماتها. يا أخي النشيد الوطني والله الذي لا إله غيره ما أحسس ما شعرنا يوم بأن هناك حاجة تسمى نشيد وطني يجب أن نسمع كلماته باعتزاز. يا أخي كان في الساحة في تعز تبدأ الأغنية يبدأ الاحتفال أو يبدأ تبدأ الأمسية أو يبدأ بسلام النشيد الوطني والله ترى الناس تقف بالشارع خارج الساحة يقف بالشارع الشيبة الصغير والله الذي لا يستحضرون أن أحد المشاهد عند فندق سنان بعيد عن الساحة لكن صوت الساحة يصل إليه وإحنا في السيارة متجهين للساحة في أحد الأيام بدأ النشيد الوطني وفجأة في فندق سنان بعيد شيبة رجل كبير بالسن ومعه ابن ومرة وقفوا والشيبة الصغير بيده العكاز يضعه بالشمال بيده الشمال يعمل اليمين هنا ويقف قلت للساق وقف إجلالا لكبرياء هذا الشيخ الكبير وقف في الشارع لأنه سمع النشيد الوطني. متى كان اليمنيين يقفون للنشيد الوطني بإعزازه وبرغبة إلا في طابور الصباح تحت عصيان المدرسين لم نؤمن يوم من الأيام أنه أن من يصنع القرار هو الشعب. محمد مرشي ناجي أنا الشعب زلزلة عاتية بعد أن هذه الكلمة كان لها صدى الثورات. أنا الشعب زلزلة عاتية كنا بنسمعها بشكل عادي كأنه لكن عندما عرفنا ماذا تصنع المسيرات وماذا يصنع ماذا تصنع الشعوب وماذا تغير هي التي تغير التي تصنع الوطن هي الشعوب. ونحن نتمنى أناشيد الثورة ألبومات الثورة ما قدمه أيضا الفنانون في الثورة أبناؤنا وأحفادنا إن شاء الله يعيشون هذه الكلمات ويتذكرونها كما تذكرنا أيضا يعني بس بيكون قد حققنا إن شاء الله كل إن شاء الله أهداف واستقبلنا ثورتنا بإذن الله تعالى. الأستاذ صالح إحنا نريد أن نتحدث عن القادم نريد أن نتحدث عن الوضع الحالي. مثلا نبدأ الحديث عن الوضع الحالي بمشاكله ودور الفن في مواكبة هذه المشاكل تفضل. أظن أن الثورة هو شعارنا الآن أن الثورة مستمرة كما ذكر الأستاذ فات أنها على مراحل نكمل مرحلة ونبدأ في معنى الثورة مستمرة لأن البعض يطالب بثمار الثورة الآن. لا 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 ليست ثمار الثورة لا تقطف بشكل بسيط جدا. الثورة الفرنسية أكثر من 10 سنوات كثير من الثورات لم تتحقق بكل هذه السهولة وبسرعة لكن هناك واجب وطني على كل منشد وكل فنان أن يستمر في هذه الثورة بحسب المرحلة التي هو فيها. طيب ما هي المرحلة التي نعيشها الآن؟ المرحلة التي نعيشها الآن يجب أن نطرق قضية الحوار قضية الأخوة قضية المحبة قضية الإخاء قضية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بنى دولة إسلامية بدأ بناء المسجد بدأ العقد ثم بعد ذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أعجب ممن يدعون إلى التفرق ممن يدعو إلى التمزق كيف سيقيموا دولة. والله إن دعونا إلى التمزق ودعينا إلى التفرق فلن نقيم أي دولة. طيب أنت كواحد من المنشدين أيضا الذين شاركوا بأناشيد كثيرة في الثورة هل لديك تقريبا بعض الأعمال الآن تهيئها وتستعد لها لمواكبة استمرارية الثورة؟ أنا في آخر أنشودة من كلمات الأستاذ دهاق الضبياني وألحان الأستاذ خالد زاهر الكلمات يعني لخصت ماذا جنينا من الثورة وماذا علمتنا الثورة كيف أنها غيرت الثورة. الكلمة أستسمحك عذرا ثورتي غيرتني علمتني الكثير كيف لا مال تكبر في عيون الكبير كل تغيير يثمر لو بدأ بالنفوس والحياة الكريمة في حياة الضمير. ثورتي علمتني كيف أبني الحياة ربي اللي خلقني حر مخشى سواه دامي والرأس عالي منحني للطغاة بيرق العز في يدي وانا بجدير بيرق العز في يدي وانا بجدير انا غادرت صمتي ولا عهد السكوت صوتي للحق عالي اعلى من كل صوت الوطن فيه نحيا احرار ولا نموت في دروب المعالي كلنا بنسير في دروب المعالي كلنا بنسير.
كبير، ثورتي علمتني كل معنى جميل. يا سلام. واجمل الصبر صبري يقهر المستحيل، لو يطول المدى ما زال صبري طويل، ما تخليت عن اصراري مهما يصير. اول الحق للثوره على احبابها، ما نخون المبادئ اللي هتفنا بها. هتفنا لبناء وطن جديد، يمن جديد، هدفنا للعدل والمساواه، هدفنا لدوله هدفنا لدوله مدنيه. ما نخون المبادئ اللي هتفنا بها، المبادئ اللي تحيينا ونحيا بها. كلنا اليوم وحدنا الهدف والمصير، دعونا ننسى مآسي الماضي، دعونا نتكلم عن الماضي المشرق، نغني للماضي المشرق لنستفيد له إلى المستقبل. منه للمستقبل. تحية للأستاذ صالح وللشاعر أيضا الدهاق الضبياني وكل الشعراء أيضا. ننتظر هذه الأنشودة وكثير من الأناشيد أيضا. هي موجود، الأناشيد موجودة، بس أريد أن أقول بحقيقة أنه الآن أصبح أن تصعد الأنشودة بشكل كليب أصعب من أيام الثورة، لأنه كانت هناك أناشيد بسهولة، كانت تتحقق بسهولة لأنه منصة التغيير وطلعت سجل حقك الكليب وكملت. لكن الآن تريد رؤية جديدة مثل هذه الأنشودة، تريد رؤية تريد مصاحبة يعني بشكل لكي تحقق. حتى أنه هناك صعوبة، لأنه الآن الساحات ليست بذلك الزخم الذي كان موجود بصراحة. ما المطلوب في هذه النقطة تحديدا يعني؟ المطلوب أن يكون هناك من يصنع السيناريو الحقيقي للأنشودة هذه أو لأنشودة أخرى، سيناريو يواكب المرحلة الثورية الموجودة الآن. يعني كيف غيرت فيك الثورة؟ أنت قلت أنه الثورة أصبحت الآن ليست بسهولة، أقصد الأنشودة الأنشودة أيوة السابقة أصبحت. يعني نحن نطالب الآن استمرارية دعم الفن ودعم الفنانين والمنشدين. أكيد أنه يجب أن يكون الاستمرار، لأنه إحنا قلنا أهداف الثورة لم تتحقق بعد كاملة، والذي يحقق هذا الأهداف ويدعو إلى تحقيق هذا الأهداف هو الفن، هو الفن بيحدد. لأنه الآن خلاص ما أتش قضية الحوار الوطني تحقق. الآن أنت تريد أن تبني أن تزرع يعني مفاهيم ومبادئ في المواطن اليمني، في المواطن العربي، في كل، كيف تزرع هذه؟ لا تزرع بالسلاح ولا تزرع بالقوة، إنما تزرع لا يخاطر. نعم. لابد أن يستمر ويواكب يستمر الدعم أحوال الثورة المختلفة، يستمر الدعم الفني، القنوات الدعم، القنوات يعني أيضا استمرار الفن، القنوات يعني استمرار أيضا الثورة. القنوات أيضا تتواصل مع الفنانين لكي تعرف ما معهم من جديد في هذا المجال. جميل. حتى إن كان لا أقول الفن الشخصي، قد يكون عندي أغنية خاصة بي أنا شخصيا، لكن أرى أنه واجب على القنوات أنها تتواصل مع الفنانين في الفن الذي يهدف إلى بناء مرحلة جديدة، يهدف إلى بناء فكرة جديدة لبناء هذا الوطن. جميل جميل. أستاذ فهد أرجع إليك، بالنسبة للمرحلة، أنت مسرحي ومنشد في نفس الوقت وكاتب سيناريوهات، والفنان لديه خيال ولديه أيضا رؤية وقراءة سياسية حقيقة. قراءتك مثلا للثورة ومسارها العام، أين تقف الثورة اليوم؟ وما هو المطلوب مسرحيا وفنيا لدعمها؟ أيوة. أولا أحب أن أقول أن الثوار الذين أدوا رسالتهم في المرحلة الأولى من الثورة عليهم أن يستمروا ثوارا بوعيهم. لا نريد أن تتحول الثورة إلى ليلى، نشغل في الدعاء وصلنا بهذه بليلى، وكل يدعي وصلنا بليلى. الثورة ليست ليلى نجلس نتغنى بها، الثورة مراحل ومستمرة، والتحديات الآن أمام كبيرة جدا، والثورة المضادة الآن تشتغل بقوة، والتحديات أمام البلد تشتغل بقوة. الرغبة والحماسة عند الناس تجد أن أرواحهم ما زالت أرواح ثورية. في مهرجانات التجمع اليوم الإصلاح الأخيرة التي، وأنا من يشاركون في مهرجانات سابقة ومهرجانات لاحقة، لم أجد حشد حماسي لليمنيين في مهرجانات كما نجدها اليوم في مهرجان التجمع اليمني للإصلاح في كل مديريات وفي كل محافظات الجمهورية، لتعلن أن روح الشعب اليمني ما زال 11 فبراير، وأن حماسة الشعب اليمني ما زال 11 فبراير. اليوم الحضور المذهل في هذه المهرجانات، مهرجانات الإصلاح، رسالة بأن روح الثورة ما زالت، ورسالة لأصحاب الثورة المضادة أن أبناء الثورة ما زالوا مستعدين لأي تحدي. من التحديات التي اليوم تواجهنا وتحتاج أن لا نشغل بالمرحلة الأولى من الثورة، وأن تلتم الجهود لتستمر، تحديات الحوار الوطني. الحوار الوطني الناس يقول لك مجرد حوار، الحوار الوطني اليوم تقف دول إقليمية ويقف لمنعه. اليوم إيران
تقف بكل عتادها. وأنا بهذه المناسبة أتمنى أن يكون السفير الإيراني يتابع هذا اللقاء لأدعوه كيمني، أدعو النظام الإيراني أن يوقف العهر الاستعماري الإيراني الذي يجري في اليمن. اليوم إيران بكل ما تمتلكه بعملائها وقوادينها داخل الجمهورية اليمنية تريد أن تعيد أن تفكك اليمن، تريد أن تقف ضد التحول الحقيقي في اليمن. اليوم إيران تلقي بكل ثقله القذر داخل البلد لإيقاف الحوار الوطني، لإفشال الحوار الوطني. الدعم الغير ما حصل في عدن من أتباع البيض هو جزء من السيناريو الإيراني لإفشال الحوار الوطني، ومدعوم إيران ومدعوم بلا شك، لا 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 خلاف. اليوم على اليمنيين أن نقف جميعا ونقول أن العدو الاستراتيجي للجمهورية اليمنية اليوم يتمثل في الاستعمار الصفوي الإيراني اللي يستهدف الموت الأمريكي. يا أخي أمريكا تريد تستهدف الدنيا، دنيا اليمنيين، تشي سيطر على ثرواتنا، أمريكا تشي سيطر على خيراتنا، على الدنيا، دنيا اليمنيين. إيران تريد أن تسيطر على الدنيا والآخرة، تريد أن تأخذ دنيانا تحولنا إلى مزرعة لإيران، تريد أن تستعمرنا وتريد أن تستعمر أيضا أين الموت الأمريكي والمقتولين هم يمنيين طبعا، أين الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي؟ الحوار الوطني من يستهدف الحوار الوطني اليوم على اليمنيين أن يدركوا أن يفهموا أن فشل الحوار يعني فشل الثورة. صحيح. فشل الحوار الوطني يعني فشل الثورة، لن يعيدنا إلى المربع الأول ما قبل الأول اللي هو إيش، اللي هو اقتتال. فشل الحوار اليوم تحدي أمام اليمنيين. اليوم الثوار الجرحى اليوم دي، والله يا أخي الحبيب أن اليوم دماء الشهداء جمعة الكرامة وشهداء الثورة في كل المحافظات اليوم يجب أن ننتصر لها بالحوار الوطني. إذا فشل الحوار، إذا لم ندعم الحوار، إذا لم نستميت من أجل إنجاح الحوار، نكون كمن إيش، كمن يعني بنى بيت تمام حتى إذا بدأت تستكمل بنيانه نسفها من الأسفل. طيب ما دور الفن؟ دور الفن، دور الفئات أيضا كما حضر الفنان في الثورة، كما معنا أربع دقائق. نعم كما حضر الفنان في الثورة ثائرا وفنانا بفنه وبروحه على الفن، الفن اليوم دراميا إنشاديا غنائيا أن يحضر بقوة، يحضر الفنان بفنهم لدعم الحوار الوطني لتوعية الناس أن قضية الحوار مش قضية هامشية، مش مطبوعة سيتحاورون سيشكلون ستشكل ملامح الدولة. أن التحدي الحقيقي اليوم هو صد الاستعمار الإيراني، صد الاستهداف لوحدتنا، الاستهداف لبلدنا. الفن اليوم عليه أن 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 أن, أن يتمترس وراء استكمال أهداف 11 فبراير. دعم الحوار الوطني، دعم الوعي الوطني، تحصين الناس، تحصين الشعب من 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 الثورة المضادة. اليوم الثورة المضادة تستخدم الإعلام، تستخدم الفن، تستخدم الثورة، تستخدم الثورة، تستخدم دماء الثورة. يا أخي الشهيد الذي مات لم يموت من أجل تحول دمه وقضيته إلى إفشال كل ما مات من أجله، إلى إفشال كل ما سعى من أجله. وفاء للشهيد، وفاء للشهيد. يا أخي ما مات لأنه معه مشكلة شخصية مع علي عبد الله صالح، ما مات لأنه مات من أجل استقرار، من أجل دولة مدنية، من أجل من أجل هذه الأهداف. اليوم حين أنت تقف ضدها وتقول لا، نوقف كل شيء من أجل باسم الشهيد، باسم الجريح. يا أخي الجريح جرح من أجل أهداف، والشهيد يشهد من أجل أهداف. إذا لم نسعى جميعا لتحقيقها من خلال الحوار الوطني نكون خنا الشهيد وخنا الجريح، وإن رفعنا شعار الشهيد ورفعنا شعار الجريح. أستاذ صالح، يعني الفن أيضا ودعمه أيضا للحوار الوطني، دعمه أيضا لمواجهة الثورة المضادة، مواجهة الذين يجايدون اليوم باسم الثورة. نحن مقبلين ربما عن أناس يتغنون باسم الثورة ويسبون الثوار. احنا عملنا بدأنا في عدة أعمال الآن جديدة مختصة بالحوار الوطني ودعم الحوار الوطني، وأظن قد أنتجنا واحد للحوار الوطني بالنسبة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، عملنا أبريت. كثير من الشباب الآن من الفنانين الذين شاركوا في الثورة وجدوا أن عملهم لن يكتمل إلا أن يساندوا هذا الحوار، والفن مصاحب أيضا. أظن لا يختلف اثنين على أن الفنانين جميعا يدعموا قضية الحوار الوطني ويعرفون أنه من سيحقق أهداف الثورة، وأيضا يسعون لما بعد الحوار أيضا، الأخلاق، بناء الوطن، العدل والمساواة،
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تلك المفاهيم التي نسعى لها دائما في أناشيدنا. في إذن ننتظر من الفن وكل الذين شاركوا في الثورة سواء شعراء أو منشدين أو مسرحيين، هم بدأوا في الأغلب، أن الأغلبية قد بدأوا في 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 إيجاد هذه الأوبريتات وهذه الأشياء. طيب أنا سأختم معك بمقطع أو شيء من هذا القبيل، لكن أترك الكلمة الأخيرة للأستاذ فهد. الفن كما كانت ثورتنا فن، عليه أن يكون الدفاع عن ثورتنا واستكمالها أيضا فن. كما كانت ثورتنا فن وإبداع، علينا جميعا كفنانين أو كنسعديين أو كمهنيين أو كمجتمع يمني أن نجعل من الحفاظ على وحدتنا، الحفاظ على بلدنا، الحفاظ على أهداف ثورتنا، الحفاظ على استمرارية ثورتنا فن وإبداع. علينا أن نبدع في إلجام الثورة المضادة، علينا أن نبدع. يعني ما نراه ربما في دول أخرى، نعم، اليوم دول الثورة، نعم، دول الربيع العربي، يوحي بأنه على الفنانين وعلى الفنانين أن يستعدوا. هناك كواليس تعمل لإحباط الثورة، هناك كواليس تعمل للانتقام من الثوار والثورة، هناك كواليس تعمل لإجهاض انحراف، نعم. لكن أيضا بالمقابل، وأختم بها كلامي، أطمن الشعب اليمني، أطمن كل الناس أن الثورة تسير بمسارها الصحيح. لا يوجد كما يعتقد البعض سرقة للثورة، انحراف كل، لا يوجد هذا الكلام. ما يحصل هو محاولات لإحباط الثورة، محاولات لإفشال الثورة، محاولات للانتقام من الثورة، محاولات على الثوار نقل معركتهم إلى فيما بينهم، وهذه ستفشل بإذن الله سبحانه وتعالى بوعي الناس وبالمساهمة في الوعي. اليمن سينتصر بإذن الله، والفن والإبداع سينتصر. وأيضا احنا بإذن الله لدينا في الأيام القادمة أعمال درامية نعد لها تتحدث عن أهمية الوعي بمخاطر ما سيأتي، والوعي بمخاطر الثورات المضادة لإحباط ثورتنا، والوعي أيضا بأهمية استشعار الدور الإيجابي والفاعل والانتقال من مربع ثورة المسيرة وثورة المهرجان وثورة الاعتصام إلى ثورة البناء وثورة، لأن هدمنا نظام المطلوب الآن نبني ونبقى سنة ولا خمس وما تعبناش. نشكر الأستاذ فهد القرني الثائر والفنان الرائع اللي شرفنا في هذه الحلقة، ونشكر الأستاذ صالح المزلم، سنأتي إليك. لكن دعني أشكر مشاهدين الأعزاء الذين شاهدونا وتابعونا في هذه الحلقة، لكم منا كل الحب والتقدير. أترككم مع المنشد الثائر الأستاذ صالح المزلم ومع موال أو أنشدة. لا، أنا أذكرهم بأنه ما كنا نقوله تحقق. تفضل. لسلمية الثورة الانتصار، وللقاتل الوغد مليون عار. لسلمية الثورة الانتصار، وللقاتل الوغد مليون عار. سيشرق والله ضوء النهار، سيشرق والله ضوء النهار، ويخضع للشعب أرس وقص، ويخضع للشعب عرش وقص. بصدرك عار يصد الرصاص، ستهزي نيرانهم لا مناص. تقدم فهذا طريق الخلاص، تقدم فهذا طريق الخلاص. ولا تخش حقدا دفينا ومكر، ولا تخش حقدا دفينا ومكر. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.